اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. هاد الميساج كتر بزاف عندي في الانستغرام وفي يوتيوب ديال ان الفروض ولات كتكون صعيبة على الماضي يعني على قبل. غنجاوب عليه في هاد الفيديو، بقاو معايا. وقبل ما نبدا هاد الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي، عنده سيزيام علمي او لا باك حر علمي، كنصحو يشري هاد الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه المادة ديال الاجتماعيات وتولي ساهلة ويجيب فيها انقطاط في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصة في هاد العرض هذا، غيسهل عليكم المادة كاملة. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. الفروض ما حدك كتزيد في المستوى وهي كتزيد تطلع، يعني كتزيد تصعب باش تزيد تختبر اكثر. وهذه واحد الحاجه اللي خاصك تولفها، حيت كنتي العام اللي فات غادي بواحد النمط ديال فروض على قد الحال، يعني داكشي تيدوز بالجربه كتجي من قيطات كذا، ولكن هذا العام بانوا لك بلي تبدل الامور. وهذا الخطا كلكم ولا الاغلبيه وقعوا فيه بسبب واحد، هي انهم كانوا كيراجعوا الفرض، يعني واحد الفرض ولا فروض بواحد الطريقه اللي ديال العام اللي فات. تقدر تكون مثلا الوقت قصير، اللي كنلقاه هنا بزاف ديال الناس ما كيخليو داكشي حتى لاخر الدقائق. ولا شوف، باش تراجع لشي فرض كبير واحد المستوى ديال اولى باك ديال سيزيام ولا الباك ولا باك حر مستقبلا، خاصو واحد البروسيس، يعني خاصو واحد الوقت طويل اللي غادي يخلي داك الفرض يجيك ساهل. علاش؟ حيتاش فاش كتاخد وقت طويل كتدخل في داك الشيء القاصح، وما حدك كتقصح، يعني كتقصح في الفروض ولا كتقصح في التمارين اللي كتخدم ولا شي حاجه، وداك الفرض اللي غادي تدوز غيجيك بانال بزاف، يجيك ساهل. وهذه واحد المعادله اللي يعني في الحياه. الا كنتي مثلا، نعطيك مثال، الا كنتي مثلا تدير شي حاجه بزاف وتعطات لك الفرصه انك ديرها، غديرها بالزربه. مثلا نتايا اعطيتي واحد الوقت طويل وانت كتقطع الخضره، الا عطاوك بطاطا كتقطعها بالزربه. هذا هو نفس المقاربه الى بغينا نقوله في الفروض. الا خدمتي في واحد البروسيس ديال الوقت طويل لونغ تيرم، غادي تمشي مخير لاي فرد وغادي يجيك ساهل. هنا نكون هضرت على هذا الموضوع وغنزيد نهضر عليه في الفيديوهات الجايه. تلاقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء.